خلي نخش في الموضوع على طول. في الفترة اللي فاتت كتير كلام على موضوع خروج السائل المبرد من وحدة الاي بي يو داخل منصة بلاي ستيشن 5. خروج السائل اللي هو ليكويد ميتال يعتبر كارثة ويسبب في عطل قاتل ويصل تأثيره إلى إتلاف اللوحة الرئيسية للمنصة، يعني كارثة بمعنى كلمة. بس قبل ما نتعمق في الموضوع ونحكي القصة من بدايتها، خلي نوضح حاجات أساسية. شركات صناعة الألعاب أو الكونسولات دائما تعتمد على أن يتم إنتاج المنتج بصورة تكاد أن تكون مثالية، لأن كل شيء مرتبط ارتباط وثيق بالصورة العامة للشركة وسمعتها في السوق. لهذا الشركات ديما تحاول تحافظ على هذه الصورة وتطور من نفسها، ومع ذلك يمكن يكون في أعطال ومشاكل رغم المحاولات. فلهذا ومن البداية، لو كنت من صائدي الأخطاء لسوني بلاي ستيشن، ننصحك تستمتع بالمشاهدة وتحاول تتعلم شيء لمستقبلك. ولو كنت تظن أني نحاول نحسن الصورة العامة لسوني بلاي ستيشن على أساس أنا فان بوي، فانطمنك أنا فان للألعاب وعالم الألعاب، ولحتى وعندي نسخة الإكس بوكس 360 والإكس بوكس 1 واشتراك جيم باس ألتيميت على البي سي متاعي من غير بلاي ستيشن 5. فما تزيدش على حبي للألعاب، حتى لو كان ميولي الحالي للمنافس فقط لجعل مايكروسوفت في حجمها الطبيعي، آملا إن مايكروسوفت تسترجع أمجادها والدخول للمنافسة، لأن الرابح الوحيد هو أنت وأنا. وزي ما قلت وديما نقول، المنافسة تخلق إبداعات أكتر من اللي نشوفه فيه حاليا. وتأكد من كلامي وارجع إلى الماضي، كان فيه الاكس بوكس 360 في القمة، مش وقت تجامل فيه شركة تعتبر فيك دخل لها. وضروري تكون حقاني المجاملة تفاقم الوضع الحالي وتجعل من قرارات شركة مايكروسوفت مقبولة رغم انها عكس ذلك. وتوا بعد ما وضحنا النقاط، نخش في موضوع ليكويد ميتال، السائل المبرد لوحدة المعالجة والرسوم الابيو. موضوع السائل جاي من خبر على موقع الولولو دوت نت، استندوا فيه على فيديو من اليوتيوبر الفني والخبير The Code Triar. الفيديو اللي نشر من 3 أشهر وبناء على تويتات من الولولو على منصة التويتر والمبينة على الفيديو، تحسهم مش فاهمين الموضوع ورجعوا في كلامهم ومش متأكدين من الخبر وداروا بلبلة وخلاص. تو تعالوا نتكلموا شوية فنية. شن هي وحدة الابيو؟ وهي اختصار للأكسلريتد بروسيسنج يونت، يلي عبارة عن وحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة الرسوم GPU مجتمعان معا. وهذه التقنية تجعل من عملية المعالجة أسرع من وضعهم بعيدين على بعض. تو نتكلموا على التصميم الداخلي لوحدة الابيو داخل منصة بلاي ستيشن 5. وحدة الابيو مزودة بسائل لتشتيت الحرارة، والسائل هذا يشتت الحرارة بفاعلية أكثر من المعجون الحراري التقليدي. ولحماية وحدة الابيو صممت سوني بلاي ستيشن 4 طبقات حماية. الطبقة الأولى حاجز بلاستيك يعمل كدرع لاحتواء السائل المبرد حتى يقوم بالوظيفة الموكلة إليه بالطريقة الصحيحة، وهي تبريد الوحدة وزي ما مبين في الصورة. الطبقة الثانية لاصق بأبعاد وحدة الابيو المركزية ويعمل كحاجز لمنع تسريب السائل إلى الخارج. الطبقة الثالثة الإسفنجة، وظيفة الإسفنجة امتصاص السائل في حال التسريب إلى الخارج. الطبقة الرابعة بلاستيك يعمل على حماية أشباه الموصلات من تسريب السائل إلى باقي وحدة الابيو. توا نرجع إلى اليوتيوبر The Code 3i يلي تكلم على المشكلة بعد ما تفاقمت في مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت بمثابة الإعلان على حالة الطوارئ أو وباء دولي. الحقيقة من حق الناس تخاف، وزي ما قلت في بداية الفيديو، كارثة بكل معنى الكلمة. الجهاز مش رخيص وقطع الخيار مكلفة ومش متوفرة أصلا، وأي إنسان ما يحبش يخسر أي شيء تمين عنده. لهذا قرر The Code 3i يوم 8/1/2023 إنه يدير فيديو يشرح الموضوع، والفيديو مرفق في الوصف واعتبره مرجع. تكلم وقال إنك كتقني بلاي ستيشن حاولت حماية هذه الجزئية بشكل جيد جدا، ولكن في اعتقاده إنه غير كافي ولا يقوم بالوظيفة المخصص له بالشكل المطلوب. وكفني يرى العطل هذا بطريقة منتظمة، بمعنى أي جهاز معطوب يأتيه للورشة المنزلية أول شيء يتأكد منه حالة السائل، يعني وكأنه بدي عنده هوس. وصرح بوضوح أن أغلب الناس في أمان، لأن المشكلة هذه تصير لعدد قليل. وقال أن جو حوالي 20 جهاز في سنتين عندهم نفس العطل، تسريب السائل المبرد على اللوحة الأم. وهو نفسه طلب تأكيد من مصممي وخبراء من سوني بلاي ستيشن، وأيضا طلب توضيح الفروقات بين اللوحات الأساسية أو اللوحة الأم لإصدارات المنصة المختلفة. وشبه هذه العملية كالأمراض المعدية، على سبيل المثال الكوفيد، فيه اللي انصاب وفيه اللي لم يصبه المرض. وهذا التشبيه يوضح أن في مشكلة، وممكن يكون جهازك من الأجهزة المستبعدة أن يكون فيها عطل، وفي نفس الوقت في أجهزة تعاني من خروج السائل المبرد من مكانه. صح العدد قليل بس موجود. وعن نفسي كإكس هينا، الجهاز في الوضع العمودي لي سنتين وهذه ثالث سنة، والحمد لله لحتى وقعد على المبدأ
صامد وواقف، ولم أعاني من أي مشكلة حتى هذه اللحظة، وما عندنا حاليا إلا نراجع تصريحات سوني بلاي ستيشن على الموضوع. غير ذلك لو كنت خايف على جهازك غير وضعيته من العمودي إلى الأفقي، ولو مش همك خليه عمودي. بالنسبة لي عمودي معلق على الحائط وخالق الراس قاطعة. وهيك تمنى الفيديو تو تشاوي.